بعضنا بيواجه مشكلة عن شراء الأثاث ليتأكد من ملائمته ببيته من ناحية المقاسات أو من ناحية الألوان، وبتمنى لو يقدر يشوف على الواقع عدة خيارات ويتأكد من تموضعه بالمكان. هالشي حاولوا يعالجوه لما طلعوا بتقنيات الواقع المعزز الـ Augmented Reality، وتبنتوا بعض المتاجر مثل آيكيا، لكن المشكلة كانت دائما بعدم وجود الدقة الكافية بسبب أن الجوالات ما كانت تحسب المسافات بدقة، وكمان كان المشتري مقيد بهالنوع من المتاجر اللي غالبا أسعارها نارية. لكن بعد ما انضافت خدمة اللايدر على الجوالات حلت هالمشكلة، صارت الأبعاد عالية الدقة وصار فينا نروح على أي متجر بدنا إياه نصور الأثاث وناخده سكان، وممكن ناخد أكثر من خيار ونرجع على البيت نشوف الخيار المناسب. وبهالفيديو حنشوف مثال سريع، حنعمل مسح لكرسي صغير ونشوف ملائمته بالمنزل. نفتح برنامج سكانيفيرس واللي تكلمنا عنه بفيديو سابق، نختار كرييت سكان، وببدأ أعمل مسح لهالكرسي بحيث إني أكون قريب شوي منه، وبضبط اللايدر رينج لما يتعدى مثلا 2.5 متر بحيث إنه ما يلتقط لي كل شيء موجود بالغرفة، أنا فقط بحاجة إنه أركز على هذا العنصر وببدأ بدور حواليه. مثل ما شايفين بتأكد من كل الجهات إنه اختفت أي ألوان حمراء على الكرسي، وما بيعنيني الألوان الحمراء بباقي الغرفة، وبس أنتهي بضغط على إيقاف وبختار الهاي كواليتي لحتى يعطيني أفضل جودة مثل ما تكلمنا بالفيديو السابق، وبعدين بختار سيف، ولحتى أص الموديل على قد الكرسي بعمل إديت وبختار كروب، وببدأ ضيق الحدود لحتى أوصل للشكل اللي يضمن لي كامل الكرسي من الأعلى ومن الجوانب. وبس انتهيت بضغط على الصح وبستعرض العمل. بنلاحظ انه في اجزاء من البلاط ما زالت مع الكرسي، فاللي بيعمله انه برجع بضغط على كروب وبرجع برفع شوي لحتى يكون فقط متضمن الكرسي بدون البلاط. لو حسيت انه لون الكرسي مو 100% مزبوط، ممكن اعمل ايديت لبعض الامور وغير فيها لحتى احصل على اللون الاكثر مقاربة للحقيقة، وبضغط على سيف ومنلاحظ انه نضاف عندي هون بالقائمة، وبإمكاني أعمل له إعادة تسمية للاسم اللي بدي إياه. والآن بننتقل للخطوة التالية اللي هي بنرجع على البيت أو على المكان اللي بدنا نحط فيه هالأثاث. بنضغط على هذا الأثاث اللي هو الكرسي ونختار الـ AR ونبدأ نحرك الكاميرا ونحرك الكرسي بحيث إنه نروح على المكان المناسب. طبعا لاحظوا لو حاولت حرك الكرسي باتجاه الكنب مثلا، فمنلاحظ انه هو عم يرفع لي اعلى مستوى الكنب، لانه عندي الـ AR بوجود خاصية اللايدر بيتعرف على العناصر الموجودة عندي بالواقع وبتعرف على ابعادها. ايضا لو حبيت شوف ملائمة هالكرسي بالزاوية فبحركه وبحرك الكاميرا ايضا بحيث اني اقدر اشوف المكان المناسب. ايضا راح اعمل محاولة انه حركه باتجاه الطاولة، فمنلاحظ انه رفعه فوق الطاولة. ايضا لو حاولنا بالزاوية الاخرى منلاقي انه اتفاعل بالشكل المطلوب. طبعا منلاحظ انه بامكاني صغر او كبر باستخدام الاصبعتين، فبيعطيني نسبة التكبير او التصغير. لاحظوا انه اللايدر ذكي، فاذا انا مثلا حطيت يدي امام الكرسي فراح تظهر، بينما لما احطها خلف الكرسي راح تختفي، وهذا اللي بيميز الجوالات اللي فيها اللايدر عن غيرها. وهيك بنكون انهينا الفيديو، بتمنى انه يكون مفيد للجميع.